يودع هذان الطفلان خان يونس مسقط رأسهما وتتبعهما فرش سيستخدمانها في أحد مراكز الإيواء أو أحد الشوارع، فالبرد لم يترك مأمناً لكل من يمشي على هذا الطريق الطويل باتجاه رفح التي وصلها عشرات الآلاف من النازحين خلال اليومين الماضيين خوفاً من ضربات إسرائيلية بحسب الأمم المتحدة. إحنا هنا قاعدين بنموت، وهات الإشارة إشارة بيضة دليل على إنه إحنا بنموت، ومحدش يفكر يضرب هان. إحنا هان جايين مدنيين بنناجي الله، وهي الراية البيضة. الأواعل علي ما ضل إشي، في يعني اللي حملته من بيتي وديته على المدرسة ما ضل إشي، حتى شيكل ما كان معايا. تحت ضغط مقولة نفذ ثم اعترض، نفذ الفلسطينيون أوامر الإخلاء الإسرائيلية خوفاً من أن تطبق سقوف البيوت على صدورهم، فمدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير. وإحنا مدنيين مالناش دعوة في حاجة، إحنا غزاز وأصلع. هؤلاء الفلسطينيون 3,800,000 نازحا في الداخل يتعلقون على شاحنة من جهة الإطار الأمامي ليقتنصوا من الحياة فرصة أخرى ويصلوا إلى رفح، حيث لم تجد الصواريخ الإسرائيلية بعد طريقها إلى هناك. كعادتها كانت السيارات تسير في طرق فلسطين باتجاهين، أما الآن فالكل يهرول باتجاه واحد نحو السلام المؤقت. هلال علي، الحدث.